من ضمن الأسئلة، أنا جالي شركة أوفر أو عرض من شركة كونستريكس، وعندي أوفر تاني من أمازون يو كي أكاونت، ممكن أعرف إيه الأحسن؟ يعني على حسب طبعا الأكاونت، ولكن أنا نصيحتي لو الاتنين نفس الراتب شوف اللي أقرب ليك في البيت، مش هتفرق كتير، أنت كده كده الاتنين كول سنتر إنجلش، فممكن تشوف مثلا الرش والتعب. يعني مثلا كونستريكس معروف عن أكاونت أي تي أن تي إن هو فيه رش ومهول، يو كي اكونت برضك فيه رش وكل حاجه والعملاء يعني صعبين، ولكن انا نصيحتي شوف اللي اقرب للبيت، شوف لو في رش طبعا، لو الاكونت اللي تنزل عليه خاصه في كونستريكس عامل ازاي، لكن مش هتفرق، كله كول سنتر انجلش، وكله كله زي ما بقول للناس كده كده كله فتره مؤقته، اوعى تطول في مجال الكول سنتر، انت واخدها بس كده ايه كوبري لغايه لما تجد فرصه عمل في مجالك، خد الراتب ووفر واقتصد واعمل امورك وخد شهاداتك في المجال بتاعك وانطلق وقدم، ولما يجي لك انترفيو قول لهم مع السلامة، أنا آسف اليوم ده عندي انترفيو، روح اعمل انترفيو وارجع لهم في اليوم التاني، وربنا يوفقك ويكتبوا كل خير بإذن الله.